وهنا بالعودة للقاء بيراميدز ومازيمبي، احنا ممكن نتكلم من دلوقتي ان حسبة النقاط والمواجهات المباشرة والنتائج خارج الارض، الحسبة دي في وجهة نظري لازم تكون داخل الحسبة بتاعت نادي بيراميدز من دلوقتي، لان نادي مازيمبي فريق منافس قوي جدا. مازيمبي حتى لو هو مش بنفس قوة المواسم السابقة، مازيمبي على ارضه مازال نفس الفريق المرعب اللي دايما لما بتخش ملعبه اللي متخطط بالشكل الغريب اللي كلنا عارفينه، والتصوير اللي مش جايب خط التماس، وكل الاكشنز المتعلق بنادي مازيمبي هيفضل دايما فريق كبير وخطير جدا. انا في وجهة نظري مفتاح العبور بالنسبه لنادي بيراميدز من المجموعه دي يبدا باللقاء بتاع مازيمبي. قدرت تحقق نتيجه قدام مازيمبي، خلاص اخدت ايدج على المنافس المباشر بالنسبه لك على البطاقه الثانيه في المجموعه، ده ممكن يديك فرصه انك تخش اللقاءات اللي بعد كده افضل. لكن بيراميدز لو بدا بتعثر قدام مازيمبي، اعتقد ده ممكن يسبب مشكله كبيره جدا لنادي بيراميدز. عشان كده قلت لك ده اهم لقاء في الموسم. بيراميدز حقق نتيجه ايجابيه، ممكن الموسم بالنسبه له يكون افضل، لكن مشروع بيراميدز وكل السعي اللي بيسعى له بقاله كتير ان هو يخش يشارك لاول مره في بطوله دوري الابطال، لو اصطدم انا كنت مستنيه يكمل عشان اقول انا ممكن يعني ابالغ اكتر من داود. اصطدم بقى خلاص بقى ان هي اهم مباراه في تاريخ بيراميدز. بالظبط خلاص مش في الموسم يعني. كنت عايز بقى يعني ايه ابالغ على يعني ازود، لان انا بشوف ان هي فعلا اهم مباراه في تاريخ بيراميدز. بيراميدز اصلا لما انشئ الهدفين، يا يحقق بطوله يا يلعب في دوري ابطال افريقيا ويزاحم الكبار في مقعدين كان محجوزين دائما للاهلي والزمالك. صحيح. فهو السنه دي عمل ده، خلاص هو ازاح واحد من الضلعين ودخل دوري ابطال افريقيا، فهو حقق جزء من هدف المشروع، ودي اول مباراه في تاريخه في دوري ابطال افريقيا. فبالتالي انا بشوف ان دي اهم مباراه في تاريخ بيراميدز، اهم مباراه في تاريخ النادي ده منذ تاسيسه او منذ تغيير اسمه وبدايه المشروع. فهي لا مباراه مهمه جدا جدا، هي مش اهم مباراه في الموسم، هي اهم مباراه في تاريخ الفريق على الاطلاق. انا متفق معاكم جدا. لان اعتقد حتى ممكن لو نادي بيراميدز لم يوفق مره ثانيه في دور المجموعات خلال الموسم الحالي، انا ممكن بوجهه نظر المشروع كله يتم اعاده النظر فيه بقى من اول وجديد، لان انا ما اعتقدش ان هيلاقي منافسه سهله بعد كده على التاهل لدوري ابطال افريقيا، مش تبقى سهله.